نحييكم متابعينا عبر قناتنا الفلاحية، إن شاء الله يوم موفق سعيد إن شاء الله لكل المتابعين وكل الفلاحين. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف وبعد الوصول إلى الكثير من الأسئلة ترد القناة بخصوص متابعينا موعد تلقيح التين. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف عن تاريخ وموعد تلقيح التين، سواء كان بالتين الذكري أو بعدة الطرق الأخرى التي تعرفنا عليها سابقا عبر قناتنا أو بالتلقيح بشجرة الحرمل. إذن متابعينا، كما يعلم الجميع، بداية التلقيح عامة يكون بداية شهر ماي، يعني بداية شهر ماي الأول من شهر ماي إلى غاية 15 أو 20 من شهر ماي. في هذه الفترة يمكننا أن نلقح أشجار التين الأنثى. إذن متابعينا، ثمار التين الأنثى تكون على مراحل وفي مجموعات، يعني مجموعة أولى، مجموعة ثانية، إلى غاية مجموعة ثالثة. إذن في هذا الفيديو سنشاهد أيضا معكم المرحلة الأولى كما نشاهد معكم في الصورة، وتقريبا هنا ثمار تين أنثى صغيرة جدا، وهي الآن هذه الثمار تحتاج إلى تلقيح، ويمكن هذه الثمار أن نشاهدها تقريبا بداية شهر ماي إلى غاية تقريبا 15 من شهر ماي. مجموعة أخرى متابعين أيضا ستكون إن شاء الله بعد هذه المجموعة، ستخرج شجرة التين الأنثى ثمار أخرى جديدة صغيرة، وهي مرحلة ثانية، ثم مرحلة ثالثة وتخرج أيضا فيها ثمار أخرى جديدة. إذن التلقيح سيكون على مراحل، التلقيح في المرة الأولى، ثم عندما نشاهد التين الصغير مرة أخرى يخرج يمكننا أن نلقح مرة ثانية ومرة ثالثة. إذن هي المرحلة الأولى كما نشاهد معكم في هذه الصور لهذه الثمار، هي ثمار أولى متابعينا الكرام، وهي بداية شهر ماي. إذن سوف نشاهد معكم بإذن الله تعالى الثمار يعني ما بعد 20 من شهر ماي، كيف أصبحت كبيرة، وكيف يعني يمكننا أيضا أن نميز بين الثمار الأولى والثانية. إذن متابعينا الكرام، هنا هي هذه الثمار، هي ثمار أولى أصبحت كبيرة جدا. الآن سوف نلاحظ الثمار الثانية، هنا ثمار ثانية أصغر منها بقليل. إذن نشاهد معكم هنا هي ثمار أصغر من هذه الثمار، هي المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. إذن نشاهد معكم هي ثمار أصغر منها، وهي تحتاج أيضا إلى تلقيح. يعني هنا نشاهد في هذا الغصن تقريبا توجد ثلاث أنواع. المرحلة الأولى هي كانت هكذا، كانت هكذا صغيرة وأصبحت هكذا كبيرة. المرحلة الثانية هذا نشاهد معكم المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة هذا نشاهد معكم الثمار الصغيرة أيضا، وهي تحتاج إلى تلقيح. فقط ننوه متابعينا، الثمار الصغيرة جدا والأخيرة تكون تقريبا ما بين 20 من شهر ماي إلى غاية شهر جوان، إلى غاية 10 من شهر جوان. إذن هذه هي الثمار متابعينا الكرام، أيضا تحتاج إلى تلقيح سواء بالتين الذكري أو بشجرة الحرمل وأغصانها متابعينا الكرام. إذن إن شاء الله فقد تقبلوا تحياتي متابعينا، سنوفيكم بالجديد إن شاء الله في قادم الساعات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.